أكد وزير الداخلية محمد حصاد أنه تنفيذا للتعليمات الملكية تعبأت جميع المصالح القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والوقاية المدنية والقوات المساعدة وبشكل شامل لمواجهة الأحوال الجوية الاستثنائية التي شهدتها عدة مناطق بجنوب شرق المملكة الأسبوع الماضي والتي نجمت عنها خسائر في الأرواح والممتلكات والبنية التحتية. وبعد أن قدم التعازي باسم الحكومة لأسر الضحايا، أوضح حصاد في معرض رده على سؤال بمجلس النواب أنه بفضل هذه التعبئة وعلى الرغم من تسجيل 32 حالة وفاة، فقد تم إنقاذ 432 شخصا من الغرق، كانوا في وضعيات خطيرة جدا، 94 منهم تم إنقاذهم بواسطة مروحيات. وبالنسبة للطرق فقد كان الهاجز الأول حسب حصاد يتمثل في فتح الطرق التي غمرتها المياه، بحيث تم تسجيل حوالي 150 تدخلا في الأيام الثلاثة الأولى، مضيفا أن الخسائر ستكون مهمة وأن العمل لا يزال جاريا لحصر الخسائر على مستوى الطرق.